صحيح. يعطيك العافية دكتور، مرة شكرا، يعطيك العافية دكتور. الله يسلمك. الله يسلمك دكتور، شاركتي فيك مجروحة. ربنا يخليك. والله يا دكتور بروفيشنال، قسما بالله مو مبالغة. وقاعدة أحكي الكثير من صديقاتي عنك. ربنا يخليك يا رب. والله العظيم الكل قالوا لي إنه ليتنا عرفناه من زمان. ربنا يخليك يا رب. العملية كانت بتاخدين موضوعي، كنت إيه الأخبار؟ كنت حاسة بحاجة؟ ما كنت حاسة ولا شيء. يدك دكتور خفيفة. الحمد لله. دكتور وأنا سبق وقلت لك قبل ما ندخل العملية، قلت لك دكتور أنا انصدمت من شغلة، وهذا الشيء ما حد يلاحظها إلا المريض نفسه. يدي اليسار أكبر من اليمين، أنت بس نظرت لي نظرة، ترى هذه في أشياء دقيقة ما يلاحظها الطبيب. الحمد لله. أنت عرفت علي يعني دكتور، أنت من أول ما نظرت لي الشرط قلت إنه يدك اللي يعني يدك اليسار أكبر من اليمين. تمام. وركزت عليها في العمليات يعني عشان يعطيك العافية. مرة شكرا يا دكتور، والله مرة شكرا، شاركتك مجروحة، أنا مرة مبسوطة صراحة. ربنا يخليك. وده طبعا دلوقتي مش النتيجة النهاية خالص، لأن طبعا لسه في تورم ولسه في كدمات. المساج مهم، معلش استحملينا في موضوع التيب او اللزق اللي احنا حاطينه علشان ده يحاول يشتغل. دكتور اللزق هذا ترى ما هو عندنا في السعوديه. اوكي، ما هو ده لازم دكتور علاج الطبيعي. انا اقول لك ما هو موجود عندنا، وهذا الشيء ترى مره مهم، مو بس مشهد عشان النتيجه تصير بيرفكت. بالزبط. طريقه التيب اللي ركبها لي الفيزيوثيرابي ممتازه. صح. انا مصدومه من النتيجه والله العظيم، عشان الجلد ما يضيع. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله ربنا يتم شفاك على خير. ان شاء الله. مره شكرا لك.